النبي صلى الله عليه وسلم كان يصرح بالحب لزوجته، فلما النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يأتي الكلام عن خديجة رضي الله عنها، كان صلى الله عليه وآله وسلم يقول إني رزقت حبها. شوف إني رزقت حبها، ده حز الحديث رواه الإمام مسلم في الصحيح، ويدل أيضا على أن المحبة أو الحب بين الرجل وبين زوجته ده رزق من الله سبحانه وتعالى. لكن انت ممكن يكون الله سبحانه وتعالى موسع عليك مثلا في الناحيه الماليه وفي ناحيه العمل وفي ناحيه، بس عندك مشكلات اسريه لا تنعم بهذه الامور في حياتك طالما عندك مشكله في داخل ايه، في داخل البيت. فكان النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ان حتى الحب اللي بين الرجل وبين مراته ده رزق من الله سبحانه وتعالى، اني قد رزقت حبها.